مشاهدي قناة القلم الفضائية، عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالخط الأحمر. الديوانة التونسية تضرب بقوة إحباط أفخم عملية تهريب وتبييض أموال في تاريخ تونس. الأكيد أنه برشا منكم سمعوا بهذه العملية النوعية للديوانة التونسية، واللي تمكنت بالإطاحة بشبكة تهريب دولية تنشط في تونس، وثبت فيها تورط عدد من المسؤولين والإداريين ورجال الأعمال، وما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن مزيد من المتورطين. على كل أنا ليلة ما نحبش نحكي على المبالغ الكبيرة اللي ربحتها تونس من جراء العملية هذه، ولكن نحب نقول فقط أنه نحكي على ما هو أغلى من الثروة هذه الكل، وهما الناس اللي تمكنوا باش يطيحوا بالشبكة ويكشفوا على مجرميها. هو في الحقيقة علمنا من مصادر إعلامية مختلفة أنه فرقة مختصة في الديوانة يترأسها عقيد هي اللي تمكنت من الكشف عن هذه الشبكة الدولية للتهريب وتبويض الأموال، واللي كما قلت لكم بلغت فيها قيمة المحجوزات أكثر من 1000 مليار. الناس هذم يسحقوا أكثر من كلمة شكر، يسحقوا حبنا ومحبتنا، وأنهم يكونوا فوق طويج روسنا، خاصة كي نعرفوا أنه العقيد هذا يتعرضت عليه رشوة ب5 مليارات باش يطفي الضوء ويسكت، ولكنه رفض وما باعش ذمته وضميره، وأصر على كشف كل خيوط الجريمة، وبين في النهاية أنه في تونس ما فيهاش كان الفاسدين والمفسدين، ما فيهاش كان السياسيين اللي نهار الكل اشترهم هو مكبش على الكرسي، واشتر الآخر قريب يبوس يد الشيطان باش يولي هو أمير المؤمنين. تونس فيها شرفاء وفيها رجال تخدم بصمت وما تستنى حتى حد باش يشكرهم أو يحكي عليهم أو يلمع لهم صورتهم. لهؤلاء أقول أنتم فخر لهذا الوطن، ورحنا نحبوكم، وحتى لو كان ما نعرفوكمش، وحتى لو كان الإعلام ما يحكيش عليكم كما يلزم، راهو نحبوكم برشا وما نعطيكمش حقكم، ولكن ثقوا بأن في هذا القلب مسكنكم. فشكرا، شكرا لكم وألف شكر، وربي معكم إن شاء الله. أما الآن فنمر لمجموعة العناوين الصحفية وللتعليق عليها، ومش يكون معنا ضيف اللي هو السيد طاهر هميلة. لحظات فقط ونعود نلتقي مع بعضنا بإذن الله. نبدأ إذن جولتنا بين مجموعة من العناوين الصحفية لهذه الليلة، ولكن قبل هذا خلينا نستقبل ضيفنا في هذه الحلقة السيد طاهر هميلة، النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس حزب الإقلاع إلى المستقبل. سي طاهر مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سي طاهر. مش نبدأ بتصريحك لجريدة الصباح نيوز واللي قلت فيه السبسي بصدد ممارسة الأبلسة في قصر هلال، واتحاد الشغل أكبر مخرب للبلاد، والنهضة على خطى التجمع. سي طاهر، إذا كانت هذه هي الوضعية في البلاد كما صورتها أنت، وما تعتقدش أنه المجلس التأسيسي هو اللي يتحمل المسؤولية الأولى في الوضعية اللي وصلنا لها بسبب المشاجرات والتجاذبات السياسية والتأخر في كتابة الدستور والأداء المتردي لعدد كبير من نواب التأسيسي؟ شوف بالنسبة للمجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي هو السلطة العليا والشرعية في البلاد، ولكن رئاسته وهياكله رفضت وأبت أن تكون في هذا المستوى، ولذا وقع التفايد فذهب رئيس الجمهورية بما ليس له وقرر ما لا يجوز له تقريره، وأقرته هيئة المجلس، رئاسته وهيئته المديرة. بخصوص شنو بالضبط؟ نعم، رئيس الجمهورية شنو اللي قررته بالضبط اللي ما خدمش؟ مثلا شنو قررته؟ قررت قطع العلاقات مع سوريا، واليوم الشباب التونسي ضايع غادي يأكل فيه النار، وما عندناش حتى وسيلة باش نتصل، وهو قرار خطير، وهنا اليوم نتحمل في مسؤوليته، وشباب تونسي يموت وفتياته ماشية ذلك كما تعرفوا. ثم تغيير محافظ البنك المركزي، وهكم شفتوا النتائج بتاع التضخم والنتائج بتاع كذا في التغيير اللي صار، هذا في الكبير، وشفتوا التصرفات والسلوكيات وهيبة تونس وروح تونس كلها مشدعت في الهواء بدون ضرب، وإدارة المجلس ورئاسة المجلس لم تتخذ أي قرار، والحال أنا
الدستور الصغير يحدد ذلك وله مفاصله في ذلك. وكذلك رئيس حكومة إلى أن وصلنا له من الحكومة استقالت بعظمة لسان رئيسها فشل الحكومة وفشل المعارضة. وهذا ذلك كيف المجلس التأسيسي كان عليه أن يراجع هذا، ولكنه انزلق في الحزبية الضيقة ونسي أنه مجلس تأسيس ينوب الوطن لتأسيس نظام جديد عوض على النظام الذي انهار يوم فر الرئيس المخلوع. فالمسؤولية بتاع المجلس هي مسؤولية كاملة وشاملة ومسؤولية كل ما حدث في تونس، هذا ما يشكوش فيه، ولا موقف المجلس واضح ومسجل وتجمع ترجمه في كل وقت. وعليه تخلي المجلس عن مسؤولياته لا يعفي السلطات من تحمل مسؤوليتها. ولذا هذا علاش قلت انا انه السلطه السياسيه ضاعت والسمسي في قصر المزع ما عرفش شو يعمل. السمسي في قصر الهلال مشى يثير في النفوس ولا يقدم مشروع الخروج والخلاص من الازمة اللي احنا فيها. مشى يزور في يقرا السطح على قبر بورقيبه ومشى يعمل في اجتماع قصر الهلال في مارس. طيب اذا كان انت بالمجد يا سيدي الباجي خالد السمسي تقول ان بورقيبه رجل عظيم وتزور في قبره وتقرأه في فاتحه وان حزبه حزب عظيم وتمشي تحيي الذكرى نتاعه في 2 مارس، النهار الكل والاعلام والاحزاب السياسيه وعلى راسها النهضه وعلى راسها رئيس الجمهوريه يسبوا في بورقيبه وفي السواحليه وفي حزب الدستور. اسمعنيكش نهار قلت هذا عيب، ما اسمعنيكش نهار. اذا انت تبتز الشعب التونسي وتوظف في التاريخ لمسائل شيطانيه، ولذلك قلت ابليس سياسه وانا مصر على هذا، واللي يحب يقدم به حتى قضيه نتحملها. وعليه بالنسبه لاتحاد الشغل، اتحاد الشغل يبتز في المؤسسات وفي الادارات والزيادات اللي يطلب فيها وزيادات اثارها باش غير تسفس قبل ما يسلم في الوزاره ثم تبناها الاتحاد. ولكن اليوم الاتحاد يبتز في الاداره في التسميات والترقيات والاعتصامات والاضرابات واشياء كثيره، وهو تخريب للمجتمع وتخريب للاقتصاد وتخريب حتى للثوره ذاتها. ولذا ما نزيدوش علينا وما يحدثوناش حديث اللي ربما الشباب ما يعرفوش وما يعرفش خلفياته، وبعض الناس ما كانش مهتمه بالسياسه ما تعرفش خلفياته، اما احنا هنا نعرفوا الخلفيات ونعرفوا المقصد وعندنا النجم نطلعوا بعض ما في النفوس وفي النوايا. سي طاهر خليني نسالك على قانون تحسين الثوره، ونذكر لهنا انه جريده الشروق نشرت مقال قالت تساءلت هل اعطى الغنوشي اشاره دفن قانون الاقصاء او هو قانون تحسين الثوره. سي طاهر شنو موقفك من قانون تحسين الثوره، وخاصه انه اليوم نلقاو القانون هذايا اللي عرضته النهضه، ثم برشا اطراف من النهضه تعارض في القانون هذايا وتعتبره في غير محله، بالاضافه طبعا الى الباجي قايد السبسي وحزب نداء تونس اللي يعتبر انه قانون التحصين فضيحه وخطيئه. اي صحيح هذايا، انا من نهار الاول كنت ضد القانون هذا واعتبره قانون جائر وقانون ابتزاز، لان الثوره تحصن نفسها. وانا قلت تحصين كيف الثورة. تحصن نفسها هذا هو سؤال سي طاهر كيف تحصن نفسها؟ مش قلت كيف الثوره ما زال الوهج نتاعها قوي في نفوس الشعب والنهضه والثوره ما زالت فاعله ونارها تحرق. وهذا علاش اليوم الشعب ثائر على الحكومه وعلى النظام بكله وعلى مجلس التاسيس، لانه خرج على سياق الثوره، وغضب الشعب هو نتيجه هذا الخروج عن السياق، وهو حجه دامغه على ان الثوره ما زالت قويه في نفوس الشعب والشباب. وعليه الذي يجب ان نحصن الثوره منه هو الطبقه السياسيه التي اظهرت عزها وتفاهتها في اداره الشان العام.
بس انت كيفاش ولذا مش تقود؟ سامحني، لكن النخبه السياسيه كيفاش تتصور انها مش تنجم تكمل تقود المسيره ومسيره الثوره لتحقيق اهدافها؟ كيفاش تقود النخبه السياسيه قاعده تحطم في الثوره، قاعده تدمر في الثوره. المسيره السياسيه، النخبه السياسيه هي متمسكه بحزبيتها التي هي دون الثوره، لان الثوره قدمت حريه اكبر من طموح وقدره استيعابها من طرف الاحزاب السياسيه. ثم ان الثوره قتلت نهائيا والغت نهائيا الحزب الواحد والزعيم الاوحد، ولكن الغنوشي يمارس في عقليه الحزب الواحد والزعيم الاوحد، وباجي غاز السبسي يمارس في نفس السياسه، يلم في الاحزاب ويعمل في الحزب الواحد، وهو يخطب كالزعيم الاوحد ولابس مرايات كمرايات بورقيبه ويعمل في حركات حركات بورقيبه، هو يمثل. ولكن انا شو نقول له؟ نقول له تستطيع ان تخدع بعض الشعب لبعض الوقت، ولكنك لا تستطيع ان تخدع الشعب كله طول الوقت. ولذا يبارك فيك، وفيه يلزم الناس هذوما يفهموا ان في الشعب ثم ناس ما زالت واقفه وعينها محلوله وضمائرها يقظه باش تتعقب وتلاحق كل هالدجالين في سوق السياسه وهالمراوغين وهالكذابين. السيد طاهر ميلا، النائب المجلس التأسيسي ورئيس حزب الإقلاع إلى المستقبل، كنت معنا في برنامج بالخط الأحمر، بارك الله فيك. شكرا سيدي. بالسلامة. شكرا، إلى اللقاء. كان هذا إذن السيد طاهر ميلا وتصريحاته النارية اللي نعرفوها كيف العادة. أما تو خلينا نمشي مباشرة باش نشاهدوا أهم الفيديوهات في زابينج بالخط الأحمر. ومش بسيطة الحكاية، احنا مستنسين طول عمرنا احنا نزوروا باش تو نوليو هكا ثقات، سي با فاسيل، فهمت؟ ومش بسيطة الحكاية، احنا مستنسين طول عمرنا احنا نزوروا باش تو نوليو هكا ثقات، سي با فاسيل. حطي نفسك في مواقف بايخة. الخارجية التونسية رفيق بن عبد السلام أن تنازل حزب النهضة الحاكم في البلاد عن الوزارة السيادية في الحكومة الجديدة وتسليمها لكفاءة وطنية لن يمنع حزب الأغلبية من إدارة الحكم في البلاد لولا معناتها لولا بن علي راني متين بغل ولا بهيم، حرام الكلمة هذه. ايه يا شيخ، ايه يا شيخ. حبوب راهو مش بارادتهم. شكرا لكم حسن استماعكم والى اللقاء في مداخلة قادمة ان شاء الله. كان إذن هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم، نلتقي بإذن الله الأربعاء القادم في عناوين جديدة وفي مقاطع أخرى. إلى ذلك الحين، هذا الياس القرقوري من قناة القلم الفضائية يحييكم ويتمنى لكم سهرة طيبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.